تصلي الجمعة في مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة. هذا المسجد يعد الأكبر في مدينة البحر الأحمر. تم افتتاحه سنة 2012 ويسع 10,000 مصلي وعلى مساحة 8,000 متر مربع، وبه مأذنتين شاهقتين زي ما انتم شايفين و25 قابو. طبعا هو معمول على طراز أو نظام الحرم المكي. المسجد فيه اكبر مأذنتين او مأذنتين كبيرتين شاهقتين وفيه 25 قابو زي ما انتم شايفين. رسول الله.
الى القوة والتقدم والرقي والارتقاء، ألا وهي حادثة الهجرة المباركة.
النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب إلى الله، إنما يذهب إلى الغار هذا باختياره. لماذا؟ لأنه كان يريد أن أو يعلم أن الطلب سيشتد عليه صلوات ربي وسلامه عليه، فيخرج في عكس الاتجاه الذي من الممكن أن تبحث فيه قريش. ومن أشد الطرق وعارة وصعوبة في التسلط والتقدم، فيذهب صلى الله عليه وسلم ويختار الله رسوله. كل هذا لم يكن أمرا عشوائيا، لم يكن أمرا عشوائيا، ولكنه كان أخذا بالأسباب. ولكن خطر ببالي هذا السؤال: الهجرة كانت بعد حادثة الإسراء والمعراج، كل هذه الصعوبة، نحن الآن في شدة الحر الذي نحن فيه، وربما التكييف يعمل والمراوح تعمل ونشعر بالحرارة واتساع المكان. هذا الغار الصغير والنبي أبو بكر فيه لثلاثة أيام لا يخرجون من الغار، في الضيق وفي هذه وفي هذا الوقت العظيم من الحر، فهم تحت حرارة الشمس التي لا يتحملها قوي إلا ماء، رغما عن الكتمة في هذا المكان، عدم تجدد الهواء، الموقف عظيم. لماذا كل هذا؟ والرسول من فترة قصيرة كان يتحرك بالبراق وينتقل إلى السبع الطباق حتى يصل إلى سدرة المنتهى. ألم يكن ربنا سبحانه وتعالى رحيما بنبيه صلى الله عليه وسلم؟ ثم إذا ما جئت لتتساءل في سؤال آخر وموقف آخر في الهجرة، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما أراد أن يهاجر ماذا فعل؟ ذهب إلى المسجد الحرام ووقف عند الكعبة في نادي قريش وقال الكلمات المحفوظة عندنا جميعا: من أراد أن يلتنى ولده وأن ترمل زوجه فليلحق بي خلف هذا الولد، إني مهاجر إلى النبي. ما هذه القوة وما هذه الشجاعة التي فيها عمر؟ ألم يكن رسول الله أشجع من عمر؟ ألم يكن أقوى من عمر؟ لماذا يذهب صلوات ربي وسلامه عليه سرا في طريق هجرته؟ إن الأمر يحتاج منك إلى أن تعمل عقلك وأن تفكر في الأمر، وحينها ستقف على أمر هو غاية في الأهمية. أن النبي صلى الله عليه وسلم يربي أمة ومسؤول عن أمة، فكل الناس ليسوا في شجاعة عمر رضي الله عنه وارضاه. وعمر عندما خرج هو يتحدث عن نفسه، فإن مات عمر فهو فرد، أما إن مات رسول الله فقد مات الأمة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ليعلم الأمة أن تأخذ بأسباب الحيطة والحذر. ولذلك في الموقف الذي نعلمه لأبنائنا في الهجرة، عندما فتح الباب صلوات ربي وسلامه عليه ليخرج من داره ويتقدم إلى المدينة، إذا به يمسك بحفنة من التراب وعشرة من الشباب الأجداد الأقوياء يقفون، فينظر عليه من التراب وهو يردد قول الله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، آية من سورة ياسين. خرج رسول الله يردد هذه الآية بهذه الحفنة. وعندما تقرأ في غزوة بدر
وحده، هو الذي أخذ بالأسباب ليرتقي ويرتقي صلى الله عليه وسلم. إنما هي سنة كونية. لمن أراد النجاح وأراد النجاة في دنياه، إياك أن تعيش هكذا سبهللا، لا في أمن الدنيا ولا في أمن الآخرة، وإنما تخطط لحياتك وتحدد أهدافك وتسعى قدما إليها، وإلا فأنت بعيد عن منهج الإسلام ورسالته. فرسول الله جاء يعلم الناس كيف يصلحون دنياهم ويصلحون أخراهم. فنرى القرآن الكريم يعلمنا، وهو سبحانه وتعالى الذي أمرهم وهو القائم على كل شيء، في أمور لا يمكن أن تنكر أنها مجرد أخذ بالأسباب وفقط. فعندما أراد نوح أن ينجو من الطوفان، ماذا أمره الله؟ أمره أن يصنع السفينة. ومن الذي يحمل السفينة؟ إنما هو الله. عندما أراد يوسف عليه السلام أن يجتاز سنوات الشدة والنجاة التي هددت مصر، ماذا فعل؟ قام بأخذ الحيطة والحجر وخزن المواد الغذائية ليمر من هذه الأزمة التي ظلت 14 سنة يحاول ويخطط كيف يعبر هذه الأزمة التي وقعت فيها الأمة وابتلت. ثم إذا مات أمانك لموسى عليه السلام وهو فإذا بربك يأمرك، فقل نضرب بعصاك البحر، اضرب بعصاك البحر، البحر بالعصا التي يضرب بها موسى ينفلت. ولكن الله عز وجل أراد أن يعلمه أن يأخذ بالأسباب. يعقوب عليه السلام يوصي بنيه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. لماذا؟ لأنه يأخذ الحيطة والحجر ويأخذ بالأسباب حتى لا تصيبهم العين ولا يقع فيهم الحسد. هكذا كلما عشت مع القرآن وجدت القرآن يوقفك على أن النجاح والفلاح والتوفيق والرعاية والعناية تأتيك إذا ما كنت تحدد الأهداف وتأخذ بالأسباب، لكنها مع اعتقادك لا تنفع وحدها. لأنك لو اعتقدت أن السبب ينفع وحده وقعت في الشرك، ولكنك تأخذ بالأسباب والله يوفقك لما فيه الخير. كلنا الآن في مشكلة من المشاكل التي تسبب وتؤرق الشباب، خاصة في مرحلة الثانوية العامة. وربما من ساعة الظهر النتيجة يكون البغض إلى مدة أن يتخرج الطالب أولا من الجامعة. هو ذاكر واجتهد، ولكن النصيب والقدر لم يحالفه إلى أن يأتي بالمجموع الذي كان يتمناه الوالد والوالدة. ولكن الولد فعل ما عليه، وربما دخل كلية ليست كما نقول من كليات القمة، ولكنه انتهى منها سريعا وتخرج منها وتقلد وظيفة أو فتح له باب رزق جعله أعلى مما كان لو كان قد تخرج من الطب أو الهندسة أو ما إلى ذلك. هذا قدر الله عز وجل. سابهم ربما باجتهاده الذي لم يوفقهم ساعة ظهرت في النتيجة، هذا من وجهة نظره، لكن التوفيق حالفه لأن الله أخذ بيده إلى ما يصلحه وهو لا يصلحه. لأن الله في الكتاب يقول: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. طالما
الكافرين عن الله، والله عز وجل لا يترك عبدا توكل عليه واخذ بالاسباب، لكنه قد تقع فيما لا يحمى العقباه اذا ما كان القلب متعلق بالاسباب وحده. اما اذا تعلق القلب بالله واخذت بالاسباب كانك عندما تقدم على عمل انما توظف القلب مع الجوارح. فالقلب متعلق بالله انه هو الرزاق ذو القوه المتين، والجوارح تعمل وتسعى لينهض الانسان بنفسه ويتعلم في دنياه ويصلح بذلك كذلك اخراه. ولذلك لم يقل وكونوا صادقين،
والرزق موفور عندك، لا بد وان تسعى وتطلب الرزق، لا تعيش عالم ولا ان تجلس في مكانك لتبحث عن او تنتظر ان احدا ياتيك بالطعام او ياتيك بالعمل دون ان تتحرك. لك كنا نتكلم البارحه انا واحد المهندسين ربما يكون معي الان في المسجد ومن المصلين معنا الان، يقول عندما تخرجت من كليه الهندسه اخذت ابحث عن عمل وذهبت الى القاهره وحتى حدثت مع الناس ان اجد عملا في القاهره وهو من الاسماعيليه الاصل، يقول فذهبت هناك وقت وجدت احد اصدقائي يقول لي انت عايز عمل في عمل في المكان الفلاني خذ كلم الراجل ده، فيكلمه استاذ انا جاي من طرف فلان صديقي انا عايز تقول له لا انت مش انا اللي عايز ده في واحد بيكلمه، فضل من واحد شخصية عجيبة أصلحت الدنيا حتى جمع الله
إن لي نفسا طواقة، نفس تريد أن ترتقي لا أن تقف في مكانها، تحدد الهدف وتسعى من ورائه. إن لي نفسا طواقة، كلما وصلت إلى شيء طاقت إلى آخر، فطاق فطقت إلى الزواج من ابنة عم فاطمة بنت عبد الملك ابن مروان الخليفي فتزوجتها، فطاقت نفسي إلى امرأة المدينة فوليت عليها، ثم طاقت نفسي إلى الخلافة فصرت إليها، وإني الآن تطيق نفسي إلى الجنة وأرجو الله أن يأخذ بيدي إليها. هؤلاء عرفوا أين وجهتهم فساروا فيها وعملوا من أجلها، فلبى الله عز وجل حاجاتهم وسدد الله خطاهم لما أخذوا بالأسباب ليرتقوا في الدنيا وليرتقوا في الآخرة، ولتسمع الدنيا كلها عن جدهم واجتهادهم. وأنت بعد هذا كله وبعد هذه الكلمات، ألا يتحرك فيك أن تحدد الهدف الذي تسعى إليه، وأن تأخذ بأسباب النجاح والتفوق والتقدم والرقي؟ صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. رأينا إخوة الإسلام والإيمان كيف كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته وسنة الأنبياء قبله، ورأينا حال أصحابه الذين أخذوا بالأسباب فارتقوا في دنياهم وارتقوا في أخراهم. أريد أن أقول لك إن هذا الأخذ بالأسباب الذي فعلوه كله من أوله إلى آخره كان القلب في ذلك متعلق بالله، لذلك وفقهم الله. إذا أردت أن تدرك هذا فانظر إلى هذه اللحظات الحاسمة عندما وقف المشركون أمام الله لتعلم من ثقة رسول الله في ربه أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما خرج هكذا إلا أخذا بالأسباب. عندما تقع عين أبي جهل في عين الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فيقول أبو بكر الصديق: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا أبا بكر، لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. يدلك على أن ثقة النبي هذه في هذا الموقف وفي هذه المحنة وفي هذه الشدة ما خرج من ضعف ولا جبن، وإنما خرج ليعلم الدنيا كيف تأخذ بالأسباب، لعلنا أن نمتثل ما الله صلى الله عليه وآله وسلم، لنقينا لأنفسنا ولأسرنا ولبلدنا وللعالم أجمع نهضة كما أقامها أصحاب الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وتب علينا يا مولانا لنتوب. اجعل جمعنا مرحوما وفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لابائنا وارحم امهاتنا واستر اخواننا واخواتنا. اللهم رب لنا ابناءنا واصلح اللهم لنا نساءنا ووفقنا اللهم في حياتنا، وفقنا لطاعتك يا أرحم الراحمين، واجعل أسرنا أمناً أماناً سلماً سلاماً رغداً رخاءً وسائر بلاد العرب والمسلمين. وفقنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تفرقنا من هذا المسجد إلا وقد أعطيت كل وقت
يؤمنون من جنه وإنسه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأقم الصلاة.